قال سكان في العاصمة الليبية طرابلس إن صوت انفجار قوي تردد في معظم أنحاء المدينة في ساعة مبكرة من صباح اليوم مصحوبا بتصاعد دخان أسود في السماء. ذكرت محطات تلفزيونية محلية أن انتحاريا على متن دراجة نارية فجر عبوة ناسفة عند مدخل الطريق السريع القادم من الغرب، لكن لم يرد تأكيد رسمي. وفي حال تأكد أن الانفجار نجم عن هجوم فسيكون الأول من نوعه منذ أكثر من عام. ينضم إلينا من طرابلس عبر الهاتف مراسلنا عبد الناصر خالد. عبد الناصر، أي معطيات جديدة تفاصيل عن هذا الهجوم الذي لم يتأكد حتى الآن في العاصمة كما ذكرنا؟ هل هناك أيضا من أخبار عن إصابات عن أضرار؟ نعم أحمد، حسب المعلومات المتوافرة والتي استقيناها من مصدر أمني في منطقة جنزور أن الحادث وقع تحديدا تمام الساعة 7 صباحا عبر انتحاري كان يقود دراجة نارية وفجر نفسه في النقطة الأمنية الغيران، أدى الحادث إلى مقتله وإلى إصابة عنصرين من عناصر الأمن المتمركزة في هذه النقطة الأمنية. هذا الحادث ليس الأول الذي تتعرض له هذه النقطة الأمنية الغيران، كانت تعرضت في منتصف شهر مارس من العام 2015 إلى حادث مماثل، لكن عبر عبوة ناسفة أدى الحادث آنذاك إلى جرح 5 أشخاص من عناصر الأمن. هذه النقطة والتي تقع في منطقة جنزور تعتبر هي المدخل الرئيسي للعاصمة طرابلس من الجهة الغربية، وبالتالي شهدت منذ يبدو أننا فقدنا الاتصال عبر الهاتف مع مراسلنا عبد الناصر خالد.